تخيلي بقى لو الصور دي راحت للنيابة ممكن يحصل ايه؟ ماما انا عايزة اخد جزء من نصيبي في الميراث. انت عايزة تديلي المبلغ ده كله؟ اه انت عايز تاخد فلوس قصاد ان انت تديهولي يعني وطيان يعني ربع مليون جنيه. انا بعرض عليكي جواز في السر، ده هيكون بشكل مؤقت. في السر ازاي يعني؟ ده عقد جواز فنينة هانم الجبالي الاستاذ رياض الفوري. اقصد ان انا لو حد اتعرض لي بعد ساعة واحدة هتلاقي الورق ده كله نزل في الجرايد. حقير حقير حقير. هو الموضوع ده فيه مش عارفة. بقولك ايه، ما تيجي نغير الموضوع حسن، ايه رأيك؟ ما هو خالد لازم يطلع هو الحلو في الآخر. أنا آسفة يا ولاد، آسفة على الجرح اللي سببته لكم. عايزاكي لما يرتاحولك على الآخر أيوة تقتلي فريدة. Thank you.
الو البوليس. ايه يا فندم، انا حضرتك انا بس رجعت بيتي فلقيت بنتي بتقول لي انه كان في صوت ضرب نار في الشقه اللي تحتين. اه يا فندم ادي حضرتك العنوان. اه 12 شارع احمد مصطفى المقطم الدور الارضي شقه واحد. شكرا. سماح، انا روحت لجوزك وعايزك تقعدي من الشغل. اقعد من الشغل ده ايه؟ لا يستحيل طبعا. ده شرط حربي عشان يرجعك. يستحيل طبعا، هو انا هلاقي يعني فين شغل تاني في حياتي زي هنا؟ يا سماح هو جوزك وهو حر يشغلك او ما يشغلكيش. تسمعي الكلام بقى يا سماح، سيبي جوزك كده لحد ما يهدى شويه وابقي ارجعي. بعد كده يا ست عصمت عايز تخلصي مني؟ ها؟ طب على فكره بقى، انا كنت عند الهنم الكبيره وقالت لي انها عايزاكي وشكلها كده مستحلفه لك. ليه بقى؟ وانا كنت عملت ايه يعني؟ انا ايش عرفت. الو. ايوه يا مرفت. ايه بتقولي؟ ايه يا لهوي، اليوم جميل. استاذ، انا فين؟ انت فين؟ شارب حاجه يا اخينا انت؟ شارب ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ لا انت حكايه الحكايه، روح اصلا لو سمحت. انا الرائد ايهاب صفيه من مرور الجيزه يا ابني. طيب يا باشا. لا يا امر يا باشا؟ لا لا امشي انت، يلا. الكلام ده حصل امتى يا حسن؟ حوالي الساعة 3 صباحا. يعني من 3 ساعات تقريبا. طب وتفسيرك ايه ان حازم ياخد ايهاب ويرميه في عربيته بعيد عن شقة عمر؟ انا بلغت القوات يا فندم وراحوا شقة عمر لقوه مقتول. اتفضلي يا مدام. ان شاء الله اشوفك بعد اسبوع. متشكرة قوي. يا صباح الفل والجمال والسعادة. صباح الورد. لا أنا شايفة كده اليومين دول واحد تاني خالص. في إيه بقى؟ ليه واحد تاني؟ ليه ما تقوليش إني رجعت خالد بتاع زمان؟ لا لو كده بقى نقول لك الحمد لله على السلامة على رجوع خالد بتاع زمان. الله يسلمك. بس ممكن أعرف بقى إيه سبب التغيير ده؟ لا ده موضوع يطول شرحه بقى، مش هينفع في العيال. طب ما أنتوا صغنونة قد كده. خلود. أنا إزيك يا فراس؟ عامل إيه؟ أنا كنت لسه هجي لك حالا. خير في حاجة ولا إيه؟ بص بقى يا بطل، عايزك تنزل معايا انا وملك عشان ننقي الشقه. انت اللي قتلت رياض. خلاص عمرو راح، مش هيبقى لك اي ذاكره في الدنيا. كل اللي قعدت تبنيه والثروه اللي عمال تجمع فيها مش هتروح لحد من صلبك. انت اللي قتلته بامالك ليه، انت اللي سبته مع ان النهايه كانت باينه من زمان.
افرح افرح يا رياض بفلوسك وثروتك. افرح افرح يا رياض افرح. مسكين يا رياض، ده ابنه الوحيد. يا ترى حالته دلوقتي ايه؟ ربنا يكون في عونه. خالد، انت مش شايف انه واجب اني اروح اعزيه؟ والله يا ماما ده واجب، بس يا ريت حازم ما يعرفش حاجة عن الحكاية دي. ليه؟ هو انا بعمل حاجة غلط؟ ده واجب. طب حضرتك بتسأليني ليه؟ بسألك عشان انا دايما باخد رأيك في كل حاجة يا خالد. معلش يا ماما حضرتك، يعني انت مش بتاخدي رأيي، واضح انك واخدة قرار انك تروحي. ايوه واخدة قرار، بس انا قلقانة من حازم، مش لاني خايفة منه. لا فريدة الجبالي ما بتخافش من حد، انا بس عاملة حساب تصرفاته المتهورة. والله ما هو مش عارف اقول لك ايه. طيب ايه رأيك ما تروح انت؟ انا؟ لا طبعا، انا مروحي مش هيبقى ظريف لا لرياض ولا للي رايحين يعزوه. ياه للدرجه دي؟ طبعا يا ماما. والله انا محتاره يا ابني. اتفضل. في ايه يا سماح؟ في عسكري بيسال على حضرتك وعلى حازم بيه. عسكري بيسال علينا؟ ليه؟ الورقة دي ازاي وصلت لك؟ مش مهم وصلتني ازاي، المهم اللي فيها ده حقيقي. انت متجوز الست اللي اسمها ليلى دي عرفي؟ يا نبيل يا نبيل، انت لازم تتكلم عشان موقفك ما يبقاش ضعيف في القضية. انت اكتر واحد كنت بتتردد على بيت المجني عليه. يا فندم صدقني انا معرفش حاجة، وبعدين عمرو ده زي اخويا ويمكن اكتر كمان، وبعدين مع احترامي لحضرتك انا لو اعرف الموضوع ده واعرف مين اللي عمل كده في عمرو هاخد حقه طبعا. ما دام زي اخوك طب ما تتكلم، قول اي حاجه حتى لو بسيطه على الاقل عشان نجيب حق الراجل اللي اتقتل. يا فندم انا هقول على كل حاجه. برافو عليك، اهو ده عين العقل. انا عاوزك كده تهدى وتركز وتقول كل حاجة كل حاجة وبالتفصيل. أنا يا فندم أقتل ابني الوحيد اللي ما عنديش غيره؟ طب إزاي وليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس نبيل صاحب عمرو شهد عليك إنك أنت هددته بالقتل لما سرق خزنتك. يعني إيه سرق خزنتي؟ هي الفلوس اللي عندي دي بتاعت مين؟ في الآخر كلها فلوس يا فندم. بس أنا مش قصدي على الفلوس اللي كانت في الخزنة، أنا قصدي على الورق المهم اللي كان في الخزنة. يا فندم ده ابني الوحيد ومستحيل ياخد الأوراق المهمة دي ويطلعها للعملاء، لا يمكن هيضر أبوه. طب ما دام دي كانت نيته، ما رجعلكش الورق ليه على طول؟ هيرجعها يا فندم، هو بس كان مكتئب شوية ومش عارف بيعمل إيه، خصوصا بعد ما الصيدلية بتاعته اتقفلت، لكن كان أكيد ناوي يرجعها أكيد. حضرتك طلبت من القتيل انه يسرق خزنة ابوه، حصل ولا ما حصلش؟ يا فندم هو ده كلام يعقل؟ معقولة واحد زي ابن ناس ومن عيلة كبيرة يطلب من واحد انه يسرق ابوه؟ وبعدين كل ده ليه؟ عشان ورقة جواز؟ دي حاجة ولا حرام ولا عيب. انا كل اللي طلبته من عمرو ان هو بس يتوسط عند والده عشان نحل الموضوع بشكل ودي. كلام معقول برضه، بس ممكن حضرتك تفصل لي وجود مليون جنيه في رصيد عمرو في البنك؟ يا فندم حضرتك بنفسك بتقول انه سرق خزنه ابوه، ما هو اعلم بقى خد الفلوس دي يمكن من خزن. هو فعلا سرق خزنه والده بس ما كانش فيها المبلغ ده كله. ما حضرتك انا اللي اعرفه ان عمرو الله يرحمه كان بيتاجر في الممنوعات،
عشان كده الصيدليه بتاعته كانت مقفوله. حضرتك قابلت المجني عليه قبل الحادثه؟ اه يا فندم، كان معايا قبليها بيوم. احيانا كنت بشوفه على طول، يعني عمرو كان من اعز اصدقائي الله يرحمه. طب ما قالكش حاجه مهمه اليوم ده؟ لا يا فندم، هو كان عادي جدا، بيضحك بيهزر كعادته. طب وبعد كده ما حصلش بينك وبينه اي اتصال؟ لا الحقيقه ما حصلش بينا اي اتصال، انا بس اتفاجئت طبعا بخبر موته. ايه يا خالد، قولي ايه الاخبار؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ما تقلقيش. ازيك يا رياض؟ ازيك يا فريده؟ كيف حالك؟ شكرا. انا كلمتك قبل كده كتير في التليفون وانت ما ردتش. ايه اللي موقفك مع الراجل ده؟ حازم، اتجننت؟ انا لو اتجننت فعلا كان زماني واخده طلتين في دماغه. قريتك تعمل كده فعلا؟ صدقني مبقتش في حاجه فارقه معايا خلاص. طب خلاص بقى، بدل مش بس عارف. يا حازم بقى ما ينفعش كده. يلا بينا، يلا يلا بالعكس. يلا يا حازم، يلا 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 يلا. يعني حضرتك بتنكر صعودك لبيت المجني عليه ليلة وقوع الجريمة؟ يا معالي الوكيل عمرو مين ده اللي انا هطلع له شقته يعني؟ طب ممكن حضرتك تفسر لي وجود بصمات حضرتك في شقة المجني عليه؟ حضراتكم عرفتوا منين بقى انها بصماتي؟ جرى يا سيادة الرائد، انت نسيت ان حضرتك ظابط ومن السهل جدا ان احنا ممكن نجيب بصماتك من وزارة الداخلية؟ لا دي مش بصماتي. مش بصماتك؟ جميل. طب ممكن بعد إذن حضرتك سلاحك الميري؟ ليه؟ عشان هيروح المعمل الجنائي. إيهاب، سلم سلاحك. وليد باشا، احنا معانا ادله ممكن تقلب قضيه قتل عمرو دي راسا على عقب. طبعا، ما هو اكيد انا عارف. مش فاهم يا فندم. يا حسن، المستندات اللي معانا هتطلع في الوقت المناسب. يعني ايه برضه؟ يا ابني مش هينفع نطلع المستندات اللي معانا دلوقتي، ده هيضر القضيه الاساسيه اللي احنا شغالين عليها، فاهمني؟ فهمت سعادتك يا باشا. المهم بس ان ده يحصل قبل ما اي حد بريء يتاخد في الرجلين ولا يلبس له اعدام ولا حاجه. زعلتني منك يا حسن. أنا برضه يا أبو علي هسيب حد بريء يتعدم ظلم؟ ما تقلقش، أنا هتدخل في الوقت المناسب. أنت إزاي تسيب عقد جوازي في خزنة بيتك يا رياض؟ أنت عايز نسيبه فين؟ في خزنة مكتبي؟ مستند زي ده لو اتسرب هتبقى فضحت بكلاجل. أنت دورك بقى تخلي المستند ده سر في القضية. امال فين نفوذك يا سيادة اللواء؟ نفوذ ايه وزفت ايه يا رياض؟ انا ازاي هيبقى لي نفوذ على النيابه؟ طمن، النيابه كل اللي عندها عقد متصور على الموبايل، ده مش دليل اكيد. يا سياده المستشار، العيار اللي ما يصيبش يدوش. انت لازم تقدر موقفي. خلاص مش قادر افكر. اوعى تنسى، عمرو ابني مات. ده انا كده شكل ابني هيلبس موت ابنك. ما تخافش، اوعى تخاف، انا هدافع عن ابنك لاخر لحظه. مش عشان هو ابنك، لا، عشان انا متاكد انه مش هو اللي قتل ابني. انت كده
كده بقى شكلك عارف اللي موت ابنك. اتفضل يا فندم. ده ايه ده؟ ده تقرير المعمل الجنائي يا فندم، بيقول ان الرصاصة اللي لقوها في جثة عمرو الفولي اتضربت من مسدس ايهاب صفي الدين النيري يا فندم. كده لازم نستصدر امر بالقبض على ايهاب صفي نور الدين وفورا. اتفضل. حاضر. ريم قومي يا حبيبتي، انتي اتأخرتي قوي على الشغل النهاردة. ريم صباح الخير يا هانيا. صباح الخير يا روحي. انتي مش ناوية تروحي الشغل ولا ايه؟ لا مش رايحة النهاردة. ليه انتي تعبانة؟ لا خالص. امال ايه؟ لا بفكر اسيب شغلي وارجع شغلي القديم. ليه بقى؟ اوعي تكوني بدأتي تحني سي اشرف تاني. لا خالص. امال ايه الحكاية؟ مش عارفة اقولك ايه. ريم تخبي عليا حاجة؟ طارق الشرقاوي عايز يتجوزني. ايه؟ وانتي قلتي له ايه؟ مردتش. انتي طبعا بتفكري ترفضي. ساكتة ليه؟ اوعى يا ريم، انا كده اخسر صاحبة عمري. تقول ايه بس؟ انا اللي خليتك تشتغلي معاهم وهي اللي اتوسطت لك وكمان تتجوزي باباها؟ ايه مالك النهارده يا نجم؟ مالي؟ ما انا كويسه. انت اللي مالك ولا اللي على راسه بطحه بيحسس عليها؟ بطحه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ اللي يا صافي، ايه موضوع عقد الجواز ده؟ عقد ايه؟ العقد العرفي يا هلين. في ظابط بيسأل على إيهاب بره. ده تلاقي البوكس بتاعه وصل وده زميله. لا يا فندم، ده بيقول إن إيهاب مطلوب القبض عليه. إيه؟ ابني؟ ممكن تفهمنا حازم عايزني في إيه؟ بص يا خالد، مهما كان انت اخويا، اي نعم احنا مختلفين عن بعض، بس انا مصلحتك تهمني. ما ينفعش خالص اشوفك متضلل وما فوقكش. متضلل؟ فيها حازم اسمك. هو انت كنت تعرف ان ايمان كانت مخطوبه قبل ما تتجوزها؟ ليه بقى السيره دي على الصبح؟ ما انت عارف ان هي بتشقلب لي كياني. انا عارف الموضوع ده بالذات. بس رد عليا، كنت عارف ولا لا؟ كنت عارف يا سيدي، كانت مخطوبه لظابط تقريبا او حاجه كده. كنت عارف الظابط ده مين؟ عمري ما سالت ولا كنت عايز اعرف. لا بس لازم تعرف انه ايهاب. يا ابني ايهاب صفي الدين؟ ايهاب صفي الدين بالظبط كده. غريبه دي، ازاي ماما ما تعرفش حاجه زي دي؟ هي غريبه فعلا. ماما المفروض صاحبه مامته جدا، اكيد كانت هتعرف حاجه زي دي. إلا بقى لو ما كانتش خطوبة رسمي.
انا بصراحه بقى مش عايز اقول لك ان هما كانوا مترفقين ولسه مترفقين لحد دلوقتي. انت متاكد من الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده بالظبط. لو ما كنتش متاكد عمري ما كنت هقول لك. وعلى فكره لو مش مصدقني انا عندي صور. شوف انت عايز تعمل ايه وانا تحت امرك. اسمع يا إيهاب، أنا عايزك تساعدني وتقول لي كل حاجة عشان أقدر أطلعك من المصيبة اللي أنت فيها. على فكرة دفاعي عنك وأنت متهم بقتل ابني قرينة لصالحك. عشان كده أنا عايزك تساعدني. يا أستاذ رياض أنا قلت لحضرتك، أنا كل اللي أنا فاكره إني رحت لشقة عمرو خبطت على الباب بعد كده ما حسيتش بأي حاجة. إيهاب أنا بعيش أسوأ فترة في حياتي، عشان كده أنا مش عايز من الدنيا أي حاجة. كل همي أعرف فين اللي قتل ابني وأنتهم منه أشد انتهام. بعد كده مش عايز حاجة. أنا بقالي 35 سنة محامي وأقدر أعرف كويس قوي إذا كان المتهم هو الجاني ولا القضية ملفقة. وأنا أقسم لك بالله إن ماليا أي دعوة بقتل عمرو. القضية دي متلفقالي والله العظيم متلفقالي. على فكرة يا إيهاب المتهم يقدر يساعد نفسه أكتر من المحامي بتاعه، يقدر يثبت براءته بسرعة. المحامي دوره تكميلي. عشان كده أنا عايز أطلع من كلامك أي ثغرة أو دليل يثبت براءتك. ممكن؟ طيب حضرتك قول لي أنا ممكن أعمل إيه وأنا تحت أمرك. وعلى فكرة أنا مقدر كويس أوي الظرف اللي حضرتك فيه. مقدر المصيبة الكبيرة إن يكون ابنك مقتول وحضرتك بتحاول تطلع المتهم بقتل براءة. على فكرة يا إيهاب أنا مش بدافع عنك عشان أنت ابن أعز صديق ليا. أنا عايز أعرف مين اللي قتل ابني.